يعني ما الذي يميز النظام الإسلامي عن غيره فيما يتعلق بالوظائف الدولة؟ الآن جزاكم الله خير، تفضلتم بذكر هذه الوظائف وهي تقريبا 4 وكلها كبيرة، جواها قد تكون هناك تفرعات، لكن ما الذي يميز النظام الإسلامي عن غيره من النظام؟ نعم، هو أن النظام الدولة الإسلامية أعظم ما يميزه عن مثلا النظام الاشتراكي أو النظام الفردي الرأسمالي، بأن مهمة الدولة في الإسلام مهمة دينية. نعم. مهمة دينية. بمعنى أن هذا الحاكم يمارس حكمه تعبدا لله عز وجل، ولذلك ليست مهمته قاصرة على إصلاح الدنيا، دنيا الناس في معاشهم، في طرقاتهم، في شوارعهم، في حفظ أمنهم، في منع التشاجر بينهم وما إلى ذلك. لا، هناك مهام أخرى. من هذه المهام بل أعظمها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، لأن الدولة في الإسلام موضوعة لخلافة عن النبوة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، في حفظ الدين وسياسة الدنيا به. فما يقبل في دولة يعني يقال عنها بأنها إسلامية بأن يكون هناك ما يناقض أو ما يهدم دين الله عز وجل من مذاهب يعني بدعية ويعني أمور منكرة، ثم بعد ذلك الدولة تغض الطرف أو تقول بأن هذا ليس من شأني، أو أنا أقف على مسافة يعني واحدة من الجميع. فحفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذه أولى مهامة. ثانيا، القيام على شعائر الدين، يعني من صلاة وصيام وحج، بمعنى أن الدولة مسؤولة عن المساجد، مسؤولة عن الأئمة والمؤذنين، مسؤولة كذلك عن تحديد الصيام بدءا وانتهاء، مسؤولة عن تأمين الطريق للحجاج. ما تتربح الدولة من هؤلاء الحجاج، وإنما هي مسؤولة عن تأمين الطريق الذي يوصلهم إلى نسكهم. كذلك من مهامها القيام على الصدقات جباية وتوزيعا، يعني ليست الزكاة في دولة الإسلام موكولة إلى أريحية الشخص، إن شاء زكى وإن شاء منع، بل كما قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك التاريخ الإسلامي يفخر بأن الدولة الإسلامية هي أول دولة شنت حربا لانتزاع حقوق الفقراء من الأغنياء. ما عرف هذا في التاريخ. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شن حربا على مانعي الزكاة، حرب مسلحة، وأخضعهم ما كان من أجل أنهم خرجوا على سلطان الدولة، ولا أنهم أرادوا إحداث انقلاب، ولا أنهم رفضوا بيعته، كل هذا كانوا مقرين به وخاضعين له، لكنهم منعوا الزكاة فقط. يعني قالوا بأن هذه الزكاة كنا نؤديها لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا، فما بال أبي بكر؟ هكذا كان منطقهم المعوج. أبو بكر رضي الله عنه شن تلك الحرب من أجل أن ينتزع حقوق الفقراء من هؤلاء الأغنياء رغم أنوفهم، وقال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أيضا من مهام الدولة الإسلامية قضية الجهاد، وأنبه على أن الجهاد أعم من أن يكون قتالا. كلمة الجهاد ليست مرادفة للقتال، وإنما الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. القتال هو وسيلة من وسائل الجهاد، هو نوع من أنواع، نعم، هو نوع من أنواع الجهاد، لكن إعلاء كلمة الله عز وجل يكون بالمال، يكون باللسان، يكون بالسنان. ولذلك علماؤنا قالوا الجهاد يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين، هذا كله الدولة الإسلامية تطلع به وتشرف عليه. وطبعا ويدخل في ذلك دخولا أوليا مجاهدة يعني أعدائها، نعم، الذين يعني يريدون إلحاق الأذى بها أو بالرعية. هذه أيضا من مهام الدولة المسلمة. أيضا من مهامها
استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء، بمعنى الدولة ينبغي أن تشرف على الوظائف العامة التي تتعلق بخدمة الرعية، أن تعين فيها من كان أهلا ولا تكن ثمة خيانة، يعني الدولة ما تخون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. يعني لو أني مثلا حاكم ثم بعد ذلك أعين شخصا في أي منصب من المناصب ليس كفؤا، نعم هنا ليس شرطا أن يكون غير كفء، قد يكون كفؤا ولكن هناك من هو أكفأ. نعم قد يكون كفؤا ولكن هناك من هو أكفأ. كوني أتجاوز هذا الأكفأ إلى يعني من هو دون أين من هو دونه كفاءة، هذه خيانة سواء كان بعلم أو بفاعلية. يعني أحيانا الإنسان يكون، يعني لو كان الحاكم لم يكن على دراية بمن هو أكفأ، فهو نعم. هو يعرف فلانا من الناس لكن لا يعرف من هو أكفأ منه. نعم يعني هو طبعا الآن الدول الحديثة الوظائف هذه توضع لها معايير، يعني ليست موكولة لاجتهاد الأشخاص، وإنما هناك معايير وهناك مقاييس، ثم بعد ذلك هناك يعني فتح لباب هذه الوظائف ليتقدم لها من يأنس في نفسه كفاءة، ثم بعد ذلك هناك يعني إداريون مخضرمون يتفحصون الناس وتكون هناك مقابلات شخصية، وبعد ذلك يقدرون الكفء والأكفاء ومن هو دونه. نعم. فالدولة المسلمة تعمد إلى تعيين هؤلاء الأكفاء في الوظائف بما يحقق يعني تقديم أفضل الخدمات للناس. يعني أنا ذكرت في وظائف الدولة عموما قضية يعني حفظ الأمن ونشر العدل، لكن أيضا مما يتميز به النظام الإسلامي أن قضية العدل هذه فيه عدل مطلق، بمعنى أن هذا العدل يشمل المسلم وغير المسلم، يشمل هذا العدل المطلق، نعم يشمل البر والفاجر، يشمل القريب والبعيد والعدو والصديق. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن البغضاء والعداوة، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يأمرنا بالعدل حتى مع العدو. ولذلك تجد في النظام الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب التي هي مظنة القتل والإزهاق، حين يؤسر واحد من المشركين وهو سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مفوها يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، أسر يوم بدر، فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. هذا اقتراح وجيه ويعني يحقق مصلحة للدولة الإسلامية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد على عمر قال: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. هذه العدالة المطلقة. عمر رضي الله عنه لما يأتيه واحد من الناس وعمر يوزع العطاء المرتبات، فينظر إليه فيعرف بأنه قاتل أخيه زيد بن الخطاب في حروب الردة، يعني هذا الرجل كان مرتدا ثم تاب الله عليه وأسلم. فعمر رضي الله عنه يقول: لا والله إني لا أحبك، لأن قتلت أخي، إني لا أحبك. الرجل قال له: هل تمنعني حقي؟ فقال: لا. قال له: لا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء. يعني هي المقولة ما قالها عمر، إنما قالها يعني الرجل قاتل. نعم. أي نعم الرجل قال هذا الكلام. ولذلك من أجل تحقيق هذه العدالة في النظام الإسلامي، ليس كل أحد يصلح لمنصب القضاء مثلا. القضاء يعني ليس بالضرورة أن يكون حافظا للقوانين أو مستظهرا للأحكام الشرعية من أجل أن يكون قاضيا، لا، بل لابد أولا أن يكون موصوفا بالعدالة التي هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، لابد أن يكون نزيها، لابد أن يكون فطنا، لابد أن يكون لائقا بالمنصب في مظهره، في منطقه، في وقاره، في هدوئه، في رزانته. هذه كلها يعني مما ذكروها في من يتصدى لأن إقامة العدل مقصد أساس، وكما ذكرت لك ليست عدالة انتقائية وإنما هي عدالة مطلقة مع الجميع. ومن العبارات التي نحفظها
من 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 عن أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد المناظرين الكبار في السياسة الشرعية، أنه قال إن الله يؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة، يا سبحان الله، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. يعني قضية الظلم هذه إذا وجدت في الدولة فهي مؤذنة بالخراب، ولعل هذا يأتي الكلام عنه تفصيلا في عوامل انهيار الدول إن شاء الله بإذن الله تعالى. فضلت الشيخ.